الفنان القدير نبيل حلفاوي كتب تغريدة بيقول بسبب عديد من سوابق البي بي سي عندما تلقيت رسالة على الواتساب من مكتبهم تفيد أنهم يتصلون ولا أرد، تجاهلتها، تكرر الاتصال وتكررت الرسالة، ثم فوجئت أنا في غرفتي بالمسرح بالأمن يخبرني أنهم حضروا لتصوير لقاء فرفضت، وعاد ليخبرني أن المحررة ستتكلم معي فحسب، فرفضت مقابلتها أيضا. حتى رفض وتعفف نبيل حلفاوي أنه هو مش يجري حوار أنه يسلم عليها. دي رسالة من نبيل الحلفاوي الوطني، رسالة محترمة من واحد محترم إلى هؤلاء المرتزقة اللي بيروح عشان ياخد له 100 دولار. عيب.